This is my home. Get out now. No, this is not your house. Now, what's your name? My name is Bill Wilkins, and I'm 72 years old. You don't belong here. بيت صغير يبان عليه الهدوء، حواليه الخضرة في كل مكان لدرجة ان الواحد يشوفه المكان المثالي للعيشة في سلام وهدوء بعيدة عن الضجيج والزحمة. وما تنقل وتقعد في البيت تكتشف انك عملت في نفسك وفي ولادك كارثة، ونقلت بيهم في مكان الشياطين موجودة فيه في كل زاوية، وتعيش ليالي باردة ومرعبة لدرجة تموت، وتبدأ تشوف وتسمع حاجات عمرك ما كنت تتخيل وجودها، بل بالعكس كنت بتتريق على الناس اللي بتصدق فيها، وأقرب الناس ليك تتأذي وتعيش كابوس طويل. ويا عالم هتخرج منه أنت وأولادك تاني إزاي؟ والمعلوماتك الحكاية حقيقية وحصلت بالفعل، فلو أنت قلبك ضعيف ياريت تقفل الفيديو فورا وما تكملهوش، ولو ناوي تكمل يبقى هدي الإضاءة وعلي الصوت. بس قبل ما نبدأ حكايتنا، لو أنت بتتفرج علينا لأول مرة انزل اشترك بسرعة في القناة وفعل الجرس عشان حكاياتنا الجديدة توصل لك على طول. يلا نبدأ حكايتنا. القصة بدأت سنة 1977 في أنفيلد في إنجلترا، لما سيدة اسمها مارجريت انفصلت عن جوزها واتطلقوا، وهي كان عندها 4 أطفال، بيجي 12 سنة، جانت 11، جوني 10 سنين، وبيلي 7. وقررت إنها تأجر بيت على قدها هي وأولادها، وبالفعل استأجرت البيت اللي بنحكي عنه ونقلت فيه. وبعد أيام بسيطة من نقلهم كان كل حاجة ماشية تمام، وفي ليلة دخلت أولادها يناموا في أوض، ونزلت الدور اللي تحت قعدت في غرفة المعيشة تتفرج على التلفزيون. وبعد شوية سمعت دوشة جامدة جاية من أوضة بناتها الاتنين. الأوضة دي كانت في الدور التاني، ندهت عليهم من تحت، محدش رد، فقالت لهم بصوت عالي روحوا لسرايركم وناموا فورا. بس ما سمعوش الكلام، وصوت الدوشة فضل موجود. فطلعت وهي متعصبة جدا عشان تشوفهم مش بيناموا ليه، وأول ما فتحت الباب لقيت بناتها الاتنين قاعدين ماسكين في بعض على سرير واحدة منهم ومرعوبين، والدولاب بتاعهم محطوط في نص الأوضة. قصت باستغراب ازاي الطفلتين قدروا يزقوا دولاب بالحجم ده من الحيطة لحد نص الأوضة، وسألتهم ما ردوش عليها وساكتين وبصين على الدولاب. فالأم زقت الدولاب تاني رجعته للحيط وراحت تقف عند سريرهم ولسه هتبدأ توبخه مع اللي بيعملوه، سمعت صوت وراها بتتلفت، لقيت الدولاب اتحرك لوحده تاني من الحيطة. الأم فضلت واقفة في مكانها مصدومة ومش قادرة تتحرك، ومفيش جزء من الثانية وسمعت حد بيخبط على الحيطة 3 خبطات متتالية والصوت وقف. الأم وبناتها محدش بينطق بكلمة وعمالين يبصوا لبعض، وصوت الخبط بدأ يكمل تاني بس على حيطة تانية، ودق 3 خبطات تانيين. الأم من الرعب أخدت ولادها الأربعة ونزلوا جري بره البيت وراحوا لجارتهم، وأول ما دخلوهم من الباب بدأت تحكي لجارتها وجوزها اللي حصل معاهم. فجارتهم بعتت جوزها يشوف في ايه ويتأكد ان مفيش حد هناك. الراجل ده كان جسمه ضخم جدا وبيشتغل في بنا البيوت، وبالفعل الراجل راح البيت وبدأ يتفحصه، وطلع الدور اللي فوق يشوف، وهو فوق سمع 3 خبطات متتالية. قعد يدخل كل الأوض يدور على مصدر الصوت بس مش شايف اي حاجة. بس الغريب في انه كل ما يدخل أوضة يسمع 3 خبطات المتكررين في جدرانها كأن الصوت ملازمه وماشي وراه. الراجل بدأ يقلق من الصوت بس قال إن ممكن يكون ده مواسير المية في البدروم، ونزل تحت يشوفها إذا كانت هي اللي بتعمل الصوت ده. بس نزل وما لقاش حاجة غريبة وصوت الخبط مكمل، فالراجل خاف ورجع بسرعة على بيته وقال لها مفيش حد بس مش عارف مصدر الصوت ده جاي منين. بس كان باين على وشه الخوف والرعب. قررت انها تطلب البوليس، وبالفعل طلبتهم وجوا وبدأوا يلفوا في البيت كله، وبرضو بدأوا يسمعوا صوت الخبط على الجدران اللي مش معروف مصدره. ومرة واحدة وهم واقفين عند غرفة المعيشة لقوا كرسي محطوط جنب الكنبة بيتهز بطريقة جنونية، وبعد كده اتحرك من الأوضة لحد المطبخ لوحده كأن حد بيشده.
الشرطيين افتكروا ان حد ربطه بخيط وبيهزر وعامل مقلب، وراحوا يشوفوا الكرسي بس ما لقوش اي حاجه. الشرطيين اعتذروا للسيده مارجريت وقالوا لها ان اللي بيحصل في البيت ده هنا مش اختصاصنا ومشوا. الام والاولاد اضطروا يدخلوا البيت ويقعدوا فيه، بس مع الايام الوضع بدا يسوء اكتر والعفش بدأ يطير في الهواء ويتهبط في الأرض، والبيبان تترزع جامد وتتقفل وتتفتح لوحدها كأن في كيان رافض وجودهم في البيت. الحي كله بقى عارف قصة البيت واللي بيحصل فيه، لدرجة إن هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي بعتت مسجلين يصوروا البيت ويصوروا الأحداث اللي بتحصل فيه. بس الغريب إنهم لما رجعوا مقر الإذاعة لقوا كل اللي سجلوه اتمسح، كأنهم ما راحوش من أساسه. ومع استمرار الأحداث المرعبة، الأم قررت أنها تطلب المساعدة من جمعية البحوث الروحانية البريطانية، وبالفعل بعتوا لها اتنين محققين اسمهم موريس جروس وجاي ليون. ولما راحوا شافوا كل اللي بيحصل في البيت، ولقوا التلفزيون بيشتغل ويقلب القنوات لوحده، وكرسي غرفة المعيشة بيتهز كأن في حد قاعد عليه، ومكعبات الأطفال بتتحرك لوحدها وبتطير في الهواء وتقع في الأرض. بس اللي المحققين اكتشفوه إن الوضع بيسوء بالشكل ده أثناء وجود بناتها أكتر، خصوصاً في وجود جانت. والكارثة لما الأم دخلت على جانت الأوضة ولقيتها طايرة في الهواء، ومرة واحدة وقعت وأغمى عليها. والموضوع ما وقفش هنا، فمرة الصحفيين كانوا موجودين بيصوروا اللي بيحصل في البيت، ومرة واحدة جانت بدأت تتكلم بصوت راجل عجوز. ولما بدأوا يسألوا انت مين، رد وقال أنا بيل ويلكنز، عشت في البيت ده من سنين طويلة ومت هنا على الكرسي ده. وشاورت جانت على الكرسي اللي كان طول الوقت بيتهز في غرفة المعيشة، وقال إنه اتصاب بالعمى بفترة قبل وفاته، وفي مرة وهو قاعد على الكرسي ده جاله نزيف في دماغه وحس بالنعاس ومات. ومرة واحدة البنت أغمى عليها وفاقت مش فاكرة أي حاجة. وبعدها تواصلت الأم مع ابن السكن القديم بيل، والولد أكد لها طريقة وفاة أبوه بنفس الطريقة اللي الكيان ده حكاها. وبدأوا يحطوا كاميرات حساسة في أوضة جانت بتلقط الصور أول ما يحصل حركة في الأوضة. ومن خلال الكاميرات دي المحققين لقطوا صور مرعبة رعبت كل سكان إنجلترا وقتها. وبعد وقت قصير طارد الأرواح المشهورين إدوارد ولورين قرروا أنهم يروحوا يشوفوا اللي بيحصل، لأن الموضوع وقتها أخد شهرة كبيرة جدا وكل الصحف كانت بتتكلم عنه وعن الصور اللي المحققين قدروا يلقطوها. وبالفعل انعقدت جلسة طرد أرواح، ومن خلالها اكتشفوا إن الراجل العجوز واللي هو الساكن القديم هو اللي بيعمل كل ده، وقال إنه مش عايز يأذي حد، هو كل اللي هو عايزه إنهم يمشوا من بيته، وعشان كده عمل كل ده. This is my home. Get out now. No, this is not your house. Now, what's your name? My name is Bill Wilkins, and I'm 72 years old. You don't belong here. بس بالرغم من انعقاد الجلسة، إلا إن الأحداث الغريبة من أصوات وخبط فضلت تحصل، لكن جانت ما كانش بيحصل لها حاجة من ساعتها، والأصوات بقت بتحصل من حين لآخر كأن الرجل العجوز قبل وجودهم في البيت وسابهم يعيشوا فيه، بس كانوا عارفين طول الوقت إنه موجود. وجانت كبرت واتجوزت في سن 16 وسابت البيت، واخواتها الصبيان الاتنين واحد فيهم توفى من السرطان لما كان عنده 14 سنة، والتاني توفى أثناء نومه في سن 18. والأم عاشت وحيدة في البيت لحد سنة 2003 وتوفي، وبعدها سكن البيت أسرة تانية. بس ما طولوش لأن الأحداث الغريبة بقت تحصل من جديد كأن كل حاجة بتتعاد من الأول، فقرروا يسيبوا البيت ويمشوا. دي كانت حكاية النهاردة، تصدق أو لأ دي حاجة ترجع لها. بس عايزاكم تعرفوا ان حكاية البيت دي من اكتر الحكايات شهرة في انجلترا، نظرا انها لها صور موجودة وتسجيلات موثقة وصحف كتير اتكلمت عنها وتعمل لها فيلم مخصوص مستوحى من الحكاية الحقيقية. اكيد ناس كتير منكم شافته، بس اللي ما تعرفوهوش ان التسجيلات الصوتية الخاصة بجلسات طرد الارواح اللي استعملوها في الفيلم دي كانت التسجيلات الحقيقية بتاعت جانت اثناء محاولات طرد روح الرجل العجوز اللي كان متلبسها. بس كده، لو عجبتكم حكايتنا ياريت تعملوا لايك وتشيروا الفيديو لأصحابكم، واكتبوا لنا في الكومنتس على موقف مرعبة حصلت في بيوتكم، واستنونا في حكاية جديدة من حكايات نص الليل. كانت معاكم تيا، أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.